بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي. عنوان درسنا لليوم يتحدث عن سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هيا بنا لنتعرف على أهم أهداف درسنا لليوم. سوف نتعرف على فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونذكر نبذة عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. والآن عزيزي الطالب، وكما درسنا سابقاً عن الخط الزمني لحكام أسرة آل ثاني، دعونا نسترجع معلوماتنا سوياً، ومن ثم نجب على الأسئلة التالية. الشيخ محمد بن ثاني أول حاكم لقطر وأحد أبرز قادتها، فكانت بداية حكمه في عام 1851 واستمر إلى 1878 ميلادي، ثم تولى الحكم من بعده الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر وبانيها، كان قائدا عسكريا، فكانت بداية حكمه في عام 1878 ميلادي إلى عام 1913. الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الحاكم الثالث لدولة قطر، فقد عرف بالتدين والاستقامة، وقد حفرت أول بئر للبترول في قطر في عهده، الذي كان من 1913 إلى 1949 ميلادي. رابع حكام أسرة آل ثاني هو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وفي عهده دخلت قطر فعلياً عصر النفط بتصدير أول شحنة منه، فقد امتدت فترة حكمه في عام 1949 إلى 1960 ميلادي. الحاكم الخامس لدولة قطر هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، أول من حمل لقب أمير قطر، فكان حكمه يمتد بين عام 1960 إلى 1972 ميلادي. الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحاكم السادس لدولة قطر، وشهد عهده العديد من الإنجازات، وأنشئت أول جامعة في البلاد، فكانت فترة حكمه من 1972 إلى 1995 ميلادي. صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق وباني نهضتها، الذي هو عنوان درسنا وسوف نتحدث عنه اليوم، فكانت فترة حكمه من 1995 إلى 2013 ميلادي. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو حاكم دولتنا الحبيبة قطر الحالي، فقد تولى مقاليد حكم البلاد في يوم 25 يونيو 2013 حتى الآن. والآن عزيزي الطالب، وبعد أن تعرفنا على الخط الزمني لحكام أسرة آل ثاني، دعونا نجب على الأسئلة معا. السؤال الأول، كم عدد حكام دولة قطر؟ إجابتكم صحيحة، 8 حكام. السؤال الثاني، ما ترتيب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالنسبة لحكام دولة قطر؟ أحسنتم، الترتيب السابع، بارك الله فيكم. السؤال الثالث،
أمامك الخط الزمني وفترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، احسب مدة حكمه من الفترة الزمنية الموضحة على الخط الزمني. سوف أقوم بإعطائكم دقيقة واحدة للإجابة عن السؤال، حيث باستطاعتكم إيقاف الفيديو وقراءة السؤال ومن ثم الإجابة عليه. هيا بنا. حسناً، فلنجب على السؤال معاً. لقد قمنا بحل هذا السؤال من خلال العملية الحسابية، فقد طرحنا 2013 من 1995، والإجابة الصحيحة هي 18 سنة. فعلاً إجابتكم صحيحة، بارك الله فيكم. توالت مسيرة البناء في دولة قطر على يد حكامها، وسنتعرف في درسنا هذا على دور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في استكمال النهضة والازدهار الذي شهدته قطر. والآن عزيزي الطالب، شاهد معي هذا الفيديو ثم أجب عن الأسئلة التالية. وبعد مشاهدتك لمقطع الفيديو، هل تستطيع أن تجيب على الأسئلة التالية؟ هل تعلم عزيزي الطالب متى ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ فلنفكر لدقائق. أحسنت، إجابتك صحيحة. ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير عام 1952 في مدينة الدوحة. السؤال الثاني، أين تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعليمه؟ يا ترى بعد مشاهدة الفيديو، هل توصلتم إلى الإجابة؟ فعلاً إجابتكم صحيحة. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس قطر. أحسنتم. السؤال الثالث، أين تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعليمه العسكري؟ هل عرفتم الإجابة؟ إذن استكمل دراسته في بريطانيا في كلية سانت هيرست العسكرية، وتخرج منها عام 1971 ميلادي. ومن خلال تلقي التعليم في هذه الجامعة العسكرية، ساهم في تطوير القوات المسلحة القطرية. السؤال التالي، اذكر المناصب التي تولى زمامها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هيا، سوف أعطيكم دقيقة واحدة للتفكير، فلنفكر معا. الإجابة الصحيحة هي عين وزيرا للدفاع ووليًا للعهد عام 1977 ميلادي. السؤال التالي، في أي عام أصبح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم دولة قطر؟ فعلاً إجابتكم صحيحة.
تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في دولة قطر في يونيو من عام 1995 ميلادي. بارك الله فيكم. وبعد أن تعرفنا وذكرنا نبذة عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سوف أقوم بإعطائكم دقيقتان للإجابة عن الأسئلة التالية. حسناً، من منكم استطاع أن يجب على الأسئلة؟ إذن السؤال الأول، متى بويع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولياً للعهد؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة، عام 1977 ميلادي. السؤال الثاني، كم مدة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ أحسنتم، 18 عاماً. السؤال الثالث، كيف ساهمت دراسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء شخصيته وتأهيل لحكم دولة قطر؟ إذن بسبب الشخصية القيادية للشيخ حمد كان لها دور في النهضة بالبلاد. فعلا إجابتكم صحيحة. لنختبر معلوماتنا عن طريق فتح الكتاب المدرسي صفحة 100 والإجابة عن السؤال الأول. اقرأوا معي السؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. سوف أقوم بإعطائكم دقيقة واحدة للإجابة. هيا بنا. السؤال الأول، تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعليمه العسكري في كلية سانت هيرست في؟ فعلا الإجابة صحيحة، في بريطانيا. السؤال الخامس، ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير عام 1952 في مدينة؟ إجابتكم صحيحة، في مدينة الدوحة. سوف نقوم باسترجاع جميع معلوماتنا في الدرس، فقد كان عنوان درسنا يتحدث عن سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتعرفنا على نبذة عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. فقد ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير عام 1952 ميلادي. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس قطر. استكمل دراسته في بريطانيا في كلية سانت هيرست العسكرية، وأسهم في تطوير القوات المسلحة القطرية، وعين وزيراً للدفاع عام 1977 ميلادي، وتولى الحكم في دولة قطر في يونيو عام 1995 ميلادي. إلى هنا فقد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، وسوف نستكمل في الحصة القادمة. لا تنسى عزيزي الطالب حل الواجب المنزلي، إذ يجب عليك الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم، وكذلك التواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك خلال 24 ساعة.